قد يتبادر إلى الأذهان أن ممارسي هواية التزلج هؤلاء جميعهم من الأصحاء، ولو دققنا النظر بهم فلن تتغير الفكرة، بيد أن العزيمة والحظ الجيد بوجود مدرب صبور جعلت ريان يتمتع بممارسة التزلج كالأصحاء رغم فقدانه جزءا كبيرا من بصره. طيح كثير. طيب. وتحين شوي شوي. ألعب. فنان. شوي. شوي. تدخل نادي الاتحاد ولا الأهلي؟ لا الاتحاد إن شاء الله. زياد فرحان مدرب التزلج أخذ بأيدي عدد من كفيفي البصر أو المصابين بالتوحد ورسم لهم الخطى على أرض من جليد، وأكد لهم أن السعادة ليست حكرا على الأصحاء فقط، ناجحا في انتشالهم من الوحدة القاتلة. كان في طالب مكفوف كلي وكان عنده بقايا أبصار وعنده فرط حركة، هذا يسمون اللي هو إعاقة مركبة، يعني عنده أكثر من إعاقة في شخص واحد. فأنا قلت خليني أتحدى نفسي أجرب شيء جديد، فأنا جربت مع هذا المكفوف الكلي وعنده فرط حركي وعنده توحد أنه أنا أدرب وايس سكيتنج، والحمد لله هذا كان تحدي جدا لي حلو أنه أنا فزت فيه، أنه دربت الولد في الصيف أنه هو كيف يلعب وايس سكيتنج. إعادة المتعة لهؤلاء الأطفال كانت هدف زياد الأول بعد تجاوز 4 مراحل، أولها إزالة الخوف ثم تدريبهم وبعدها زرع الثقة في كل منهم، ومن ثم خوضهم التجربة مع الأصحاء. بالنسبة للتدريب بالنسبة لولدي كان يفرق كثير، أنا بمعنى أول كان له سلوكيات معينة وسلوكيات خاطئة، الآن تختلف فيها أنه هو الآن له نشاطات متغيرة، فبدأت السلوكيات الخاطئة هذه تقل عنده تدريجيا. التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى مشاعر أبوية كبيرة تختصر معاني الرحمة والصبر والحب والاهتمام لتحقيق نتائج إيجابية بزرع السعادة في قلوب أنهكتها الوحدة والمشاكل الصحية. من جدة، سعود الخلف، العربية.